السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين: صدور أمرين ملكيين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس فيتنام بذكرى استقلال بلاده، تدشين جادة 30 بهدف تعزيز التنمية الشاملة في المدينة المنورة، افتتاح مهرجان العلوم والتقنية ستيم 2024 تحت شعار اكتشف شغفك أطلق قدراتك. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. صدرت اليوم أمران ملكيان فيما يلي نصهما. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 83 التاريخ 29 من شهر صفر من عام 1446 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 137 بتاريخ الثامن من الشهر السابع من عام 1391 للهجرة الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 88 بتاريخ السادس من الشهر الثالث من عام 1422 للهجرة. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 142 بتاريخ الأول من الشهر الثالث من عام 1442 للهجرة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت. أولا، يعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من الأول من الشهر الثالث من عام 1446 للهجرة. واحد، سماحة مفتي عام المملكة أو المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيسا. اثنين، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. ثلاثة، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. أربعة، الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي. خمسة، الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد المنيع. ستة، الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد. سبعة، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى. ثمانية، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق. تسعة، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري. عشرة، الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد الكلية. 11، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجم. 12، الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل الشيخ. 13، الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد. 14، الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد. 15، الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي. 16، الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله بن محمد السليمان. 17، الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامضي. 18، الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبد الله الصقير. 19، الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بن سراج بليلة. 20، الشيخ عبد الباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك. 21، الشيخ الدكتور عبد الإله بن محمد بن أحمد الملا. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 84 التاريخ 29 من الشهر الثاني لعام 1446 للهجرة. بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 90 بتاريخ 27 من الشهر الثامن لعام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم 91 بتاريخ 27 من الشهر الثامن لعام 1412 للهجرة، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 146 بتاريخ الأول من الشهر الثالث لعام 1442 للهجرة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت. أولاً، يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيساً، والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة 4 سنوات هجرية ابتداء من الثالث من الشهر الثالث لعام 1446 للهجرة. 1. معالي الدكتور مشعل بن فهم بن محمد السلمي نائب رئيس مجلس الشورى. 2. معالي الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي مساعد رئيس مجلس الشورى. 3. الدكتورة ابتسام بنت عبد الله بن عبد الرحمن الجبير. 4. الدكتور إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي. 5. الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله القناص. 6. المهندس إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير. 7. الأستاذ أحمد بن سعد بن فهد الكريديس. 8. الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن بن مشحن الوردي. 9. الأستاذ أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى. 10. الأستاذ أحمد بن مبروك بن فرج الحجيلي. 11. الدكتورة أروى بنت عبيد بن حمود الرشيد. 12. الدكتور أسامة بن حسن بن إبراهيم عارف. 13. معالي الأستاذ أسامة بن عبد العزيز بن سعد الربيعة. 14. الأستاذ أسامة بن ياسين بن أحمد الخياري. 15. الدكتورة أسماء بنت سليمان بن عبد الله المويشير. 16. الدكتورة إشراق بنت علي بن أحمد رفاعي. 17. سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود. 18. الدكتورة آمال بنت يحيى بن عمر الشيخ. 19. الدكتورة أمل بنت طلعت بن محمود قطان. 20. الدكتورة أمل بنت عبد العزيز بن محمد الهزاني. 21. الدكتورة أميرة بنت أحمد بن عبد الرحمن الجعفري. 22. الدكتورة إيمان بنت عبد العزيز بن حمد الجبريل. 23. الدكتور باسم بن حمدي بن حامد السيد. 24. اللواء بدر بن مساعد بن عبد العزيز الشلهوب. 25. الدكتورة بشرى بنت أحمد بن عبد العزيز الحماد. 26. الدكتور بندر بن معيض بن مقعد البقمي. 27. الدكتور تركي بن صالح بن عبد الله العواد. 28. الدكتور تركي بن مشهور بن عويجان العنزي. 29. الدكتورة تقوى بنت يوسف بن محمد عمر. 30. معالي الأستاذ ثامر بن نبيل بن عبد الإله نصيف. 31. الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي. 32. الدكتور حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم. 33. الدكتور حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث. 34. الأستاذة حنان بنت عبد الله بن محمد السماري. 35. الدكتور خالد بن عبد العزيز بن عبد الله الرويس. 36. المهندس خالد بن عبد الله بن محمد البريك. 37. معالي الدكتور خالد بن عبد المحسن بن محمد المحيسن. 38. الأستاذ خالد بن علي بن عبد المحسن السيف. 39. الأستاذ خالد بن ماجد بن سعود آل غرير. 40. الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله محمد أبو ملحة. 41. الأستاذ خالد بن محمد بن عبد الله الزومان. 42. الدكتور خالد بن محمود بن عمر زبير. 43. الدكتورة دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني. 44. الأستاذة رائدة بنت عبد الله بن راشد بن نيان. 45. الدكتور راشد بن مسلط بن عبد الله الشريف.
46 الدكتورة ريمة بنت صالح بن أحمد اليحيى. 47 الأستاذ زاهر بن محمد بن عبد الله الشهري. 48 الأستاذ زياد بن معاشي بن ذوقان العطية. 49 الدكتورة سارة بنت سليمان بن صالح قاسم. 50 الدكتور سالم بن سيف بن سعد آل جربوع. 51 المهندس سالم بن علي بن محمد الشهراني. 52 الدكتور سالم بن مسفر بن عبد الله آل فايع. 53 الأستاذ سعد بن صليب بن مطلق العتيبي. 54 الدكتور سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري. 55 معالي الأستاذ سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني. 56 الأستاذ سلام بن زكي بن عباس الخنيزي. 57 الدكتور سلطان بن عقلة بن حمود المرشد. 58 اللواء صالح بن حمدان بن يحيى الزهراني. 59 الدكتور صالح بن محمد بن صالح الشمراني. 60 الدكتور صلاح بن خالد بن خير الله الطالب. 61 الدكتور طارق بن سعيد بن هليل الشمري. 62 الأستاذ طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه. 63 الدكتورة عائشة بنت حسن بن أحمد زكري. 64 الدكتورة عائشة بنت علي بن محمد حنش عريشي. 65 الدكتور عادل بن سراج بن صالح ميرداد. 66 الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي. 67 الدكتور عاطف بن سعد بن عاطف الشهري. 68 معالي الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين. 69 المهندس عبد الرحمن بن سليمان بن إبراهيم السياري. 70 اللواء الركن الدكتور عبد الرحمن بن صنهات بن عبد الله الحربي. 71 الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم السكران. 72 الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن بن محمد الراجحي. 73 الدكتور عبد الرحمن بن علي بن محمد الجبر. 74 الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد العزيز المهنا. 75 المهندس عبد العزيز بن بركات بن خضر المالكي. 76 الدكتور عبد العزيز بن سلامة بن محمد الجلعود. 77 المهندس عبد العزيز بن محمد بن حمود القديمي. 78 الأستاذ عبد الله بن أحمد بن صالح آل طاوي. 79 الدكتور عبد الله بن سعد بن إبراهيم الوجداني. 80 الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عيفان. 81 الدكتور عبد الله بن علي بن عبادي الزهراني. 82 الدكتور عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن النجار. 83 معالي الأستاذ عبد الله بن فهد بن محمد الحسين. 84 الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الله العطاس. 85 الأستاذ عبد الله بن محمد بن عبد الله الماضي. 86 الدكتور عبد الله بن نضال بن محمد عداس. 87 الأستاذ عبد المحسن بن إبراهيم بن عبد العزيز الطوق. 88 الدكتور عثمان بن موسى بن عثمان مقبول حكمي. 89 الأستاذ عجلان بن عبد العزيز بن عجلان العجلان. 90 الدكتور عطية بن محمد بن عتيق العطوي. 91 معالي الأستاذ عقلة بن علي التركي العقلة. 92 الدكتور علي بن إبراهيم بن علي اللاحم. 93 الدكتور علي بن إبراهيم بن علي حامد الغبان. 94 الدكتور علي بن سعد بن علي العلي. 95 الأستاذ علي بن عايض بن قداح القحطاني. 96 المهندس علي بن عايض بن ظافر القرني. 97 اللواء علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشيخ. 98 الدكتور علي بن محمد بن سعيد الشهراني. 99 اللواء الطيار الركن علي بن محمد بن يحيى العسيري. 100 الدكتورة عهود بن سلطان بن محمد الشهيل. 101 الفريق عواد بن عيد بن عودة البلوي. 102 الدكتور عيسى بن رفاعي بن بداح العتيبي. 103 الدكتورة غادة بنت طلعت بن عبد الهادي الهذلي. 104 الأستاذ غانم بن راشد بن عبد الرحمن الغانم. 105 الدكتور فارس بن عبد الله بن شافي العصيمي. 106 الأستاذ فضل بن سعد بن محمد بوحسون البوعينين. 107 الدكتور فهد بن حسن بن سعيد آل عقران.
108 سمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل سعود. 109 معالي الدكتور فهد بن سليمان بن عبد الله التخيفي. 110 الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطياش. 111 المهندس فهد بن عثمان بن منصور الكعيك. 112 الأستاذ فيحان بن عبد العزيز بن جنيفذ بن لبدة. 113 الأستاذ فيصل بن عبد الله فؤاد بن عبد العزيز أبو بشيت. 114 الدكتور فيصل بن عبد الله بن محمد البواردي. 115 الدكتورة لبنى بنت حسين بن راشد العجمي. 116 الدكتورة لطيفة بنت محمد بن عبد العزيز العبد الكريم. 117 الدكتورة ليلى بنت عبد الغفار بن عبد الصمد فدة. 118 الدكتور متعب بن عايد بن طلع المطيري. 119 الدكتور مجدي بن ضيف الله بن عزيز السلمي. 120 الدكتور محمد بن إبراهيم بن المحمد السحيباني. 121 اللواء الركن محمد بن إبراهيم بن محمد العجاجي. 122 الدكتور محمد بن حسين بن محمد عشري. 123 الأستاذ محمد بن راشد بن إبراهيم الحميضي. 124 الأستاذ محمد بن سعد بن بطي الفراج السبيعي. 125 الدكتور محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الشعيبي. 126 الدكتور محمد بن عبد العزيز بن حمد الجربة. 127 الدكتور محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الصالح. 128 الدكتور محمد بن عبد العزيز بن محمد العقيل. 129 الدكتور محمد بن علي بن خلوفة مباركي. 130 الدكتور مصلح بن معيض بن حمدان الحارثي. 131 المهندس مطلق بن الأسمر بن مفلح الشراري. 132 الدكتور معتز بن طلعت بن محمد بخيت. 133 الدكتور معن بن محمد بن عبد الفتاح المدني. 134 الدكتورة معيضة بنت معيض بن محمد الغامدي. 135 الدكتور مفلح بن ربيعان بن شفلوت القحطاني. 136 الدكتورة منى بنت عبد المحسن بن عبد الرحمن الفضلي. 137 اللواء منصور بن سلطان بن عبد الله التركي. 138 المهندس مهدي بن ناصر بن جديع الدوسري. 139 الأستاذ ناصر بن محمد بن عبد العزيز الدغيثر. 140 الدكتور ناصر بن منصور بن محمد طيران. 141 الدكتورة نجوى بنت عبد الكريم بن عبد الله الغامدي. 142 الدكتورة نهاد بنت عبد الله بن عبد الرحمن العمير. 143 معالي الدكتور هاني بن محمد بن أحمد أبو راس. 144 الدكتور هشام بن كمال بن محمد الفارس. 145 الدكتورة هند بنت إبراهيم بن عايض الخماش. 146 الأستاذ وليد بن حسن بن محمد أمين عبد الشكور. 147 الدكتور وليد بن محمد بن إبراهيم العيسى. 148 الدكتور ياسر بن عبد الرحمن بن محمود حافظ. 149 الأستاذ يحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي. 150 الأستاذ يزيد بن محمد بن عبد الله التويجري. ثانيا، يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبد العزيز آل سعود. هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فخامة الرئيس الدكتور الجنرال تو لام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تحت شعار الأسرة والإرشاد الأسري تتواصل في الرياض أعمال منتدى الأسرة 2024 بنسخته السابعة، وتشهد أعمال اليوم الثاني للمنتدى عدة جلسات وورش تسلط الضوء على الإرشاد الأسري بوصف أحد أهم الوسائل الوقائية والنمائية
لمساعدة الأسر على التغلب على التحديات وتحقيق توازن أفضل في ظل المتغيرات المتسارعة، إضافة إلى تعزيز تكامل القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لدعم الأسرة. أكد رئيس نيابة الأسرة والأحداث وليد الحسن بأن النيابة قامت بتطبيق الإرشاد الأسري من خلال لجنة الصلح الجنائي، مشيرا أنه تم خلال 3 سنوات حل 65% من القضايا عن طريق الإرشاد الأسري. من خلال الصلح الجنائي، لكم أن تتخيلوا خلال 4 سنوات عدد القضايا اللي عرضت على هذه المكاتب يفوق 73,000 قضية، الذي ولله الحمد نجح فيها المصلح في تقريب وجهات النظر وإنهائها هذا الخلاف 65% من تلك القضايا. فإذا افترضنا أن 65% من هذه القضايا كان سيحال إلى المحاكم وستتوسع هوة الخلاف داخل الأسرة، احنا نتمنى حقيقة أن يكون الإرشاد الأسري هو خط الدفاع الأول للأسرة. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدي الكرام، يلتحق بنا من الرياض مراسل أخبار السعودية الزميل حمد بن حسين. أهلا وسهلا بك حمد، تفضل حمد حدثنا أكثر عن هذا المؤتمر. أهلا وسهلا بكم سادة المشاهدين. طبعا هذا المنتدى هو منتدى الأسرة 2024 الذي يأتي في نسخته السابعة تحت شعار الإرشاد الأسري والأسرة، بناء القوة من الداخل في عالم متغير. إذا نحن في اليوم الثاني والأخير من هذا المنتدى، وتختتم أعماله في الساعة 6 مساء. هناك طبعا 5 جلسات حوارية انتهت قبل قليل، ومتبقي ورشتي عمل من 4 ورش عمل لهذا المنتدى. إذا هذا المنتدى تفاعل مع المختصين في الإرشاد الأسري بالإضافة إلى المسؤولين وكذلك أفراد الأسرة. بنتكلم أكثر عن هذا المنتدى مع ضيفتنا الدكتورة ميمونة خليل آل خليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة. طبعا نحن في اليوم الأخير وبقي قليل لاختتام هذا المنتدى، هل حقق أهدافه حتى الآن؟ نعتقد أن إن شاء الله حققنا الأهداف. الهدف الأهم كان رفع الوعي بالإرشاد الأسري، وأعتقد التفاعل الكبير الموجود الآن في هذا المعرض الذي يقدم فيه استشارات أسرية مباشرة للأسر، يعني لا تكاد يكون في بوث خالي الآن، وهي مجانية وعليها يعني قائمة انتظار من أمس. فإن شاء الله إنه الأسر تشجعت على الاستفادة من الإرشاد الأسري، إن شاء الله أنها استفادت من الجلسة التي تلقتها. لاحظنا أنه الكثير ممن حضر جلسات أمس يعني دعا أفراد أسرة من الأسرة الممتدة للحضور اليوم، فلاحظنا أن الحضور أكثف الحقيقة اليوم، وإن شاء الله نستطيع أن نتجاوب مع طلبات الإرشاد الأسري جميعها. 18 مركز وجمعية مرخصة مشاركة في هذا المعرض، وتقدم فيه بوثات غرف مغلقة يعني في أجواء آمنة فيها سرية تامة للأسر، مساحة آمنة للحديث عن التحديات التي قد تكون يعني تسبب إزعاج أو توتر في الأسرة. فهذا من جانب. إطلاق الاستراتيجية الإرشاد الأسري طبعا محطة هامة جدا، وسعيدين جدا أنها تم إطلاقها من أرض المنتدى يعني وجود حضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولأن من طور هذه الاستراتيجية هي الإدارة العامة لمراكز التوجيه والإرشاد الأسري في الوزارة، ولها مستهدفات طموحة الحقيقة. نسعى إن شاء الله وإياهم وكل الشركاء بإذن الله لتحقيقها في 3 سنوات وهو عمر الاستراتيجية. فيعني إن شاء الله أن حققنا المستهدفات. طبعا أن يكون في تعاون بين القطاعات المختلفة، تجد الوزارة موجودة تمثل الحكومة، تجد القطاع الخاص موجود الآن في المعرض بالمراكز الخاصة، تجد أيضا قطاع غير الربحي بالجمعيات. فإن شاء الله غير الجلسة الحوارية اللي تحدثنا فيها عن التكامل،
التكامل أيضا عشنا التكامل هنا في المعرض. بالنسبة لي يعني تطوير المهارات ورفع الكفاءة أيضا الورش العمل التي تمت جزأناها إلى ورش عمل موجهة للممارسين في الميدان وجزء آخر لورش العمل للأسر. فالحمد لله الآن نختم الورشة الثالثة، بقي الورشة الأخيرة واللي هي بعنوان التواصل بين الزوجين، ويعني ممكن شريحة كبيرة ممكن تستفيد من هذه الورشة، وبذلك نختم إن شاء الله أعمال المنتدى اليوم. هل ستكون هناك نتائج وتوصيات يعلن عنها مستقبلا؟ صحيح، دائما بعد انتهاء المنتدى نعمل على حصر لأبرز ما جاء في الجلسات في الورش، جمع لكل التوصيات. كان في ما شاء الله فوق يعني مئات الأسئلة تم يعني حصرها، في لأن كانوا الحضور يتفاعلون مع QR كود، فيعني تمكننا من الجواب على بعض الأسئلة أثناء الجلسة، لكن كثير من الأسئلة إن شاء الله ستكون قيمة بالنسبة لنا إحنا في المنتدى أننا نجيب عليها، إما من خلال حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال تضمينها في التوصيات. سيرفع إن شاء الله تقرير كامل عن المنتدى لمجلس شؤون الأسرة، وسيتم اتخاذ إن شاء الله يعني قرارات فيما يخص التوصيات، ومعظمها يعني قياسا على التوصيات في المنتديات الماضية يعمل لها خطة عمل ويتم متابعة تنفيذها، ويعني رفع تقارير إن شاء الله تنفيذها يعني بما يعود على الأسر بالمصلحة بإذن الله. شكرا لك الدكتورة ميمونة خليل الخليل، الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة. شكرا. إذن هذا المنتدى يختتم أعماله بعد قليل، بقي ورشة من 4 ورش لهذا المنتدى، كانت هناك 5 جلسات حوارية بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية بمشاركة عدد من الوزراء، وأيضا هذا المعرض تواجد فيه هناك 18 جهة مشاركة. هنا طبعا في هذا المنتدى تقدم استشارات مجانية للزوار، إذا تم إطلاق استراتيجية الإرشاد الأسري المعدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مذكرة تفاهم مشتركة بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أعود إليك. إذن مراسل الأخبار السعودية الزميل حمد بن حسين، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ولضيفتك الكريمة. أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيص استشاري مطور مصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية، وتهدف هذه الخطوة لتحسين كفاءة إنتاج المنشآت الصناعية والاستفادة من خبرة الكوادر الوطنية في القطاع. وأوضحت الوزارة أن من شروط إصدار الرخصة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المؤهل العلمي مرتبطا بالمهنة، إضافة إلى امتلاك مطور المصانع لخبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المنشآت الصناعية. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. لابستها بالجامعة ليش؟ كيفي وش الله حادك؟ كيفي سميها وظيفة. كيفي كي بوب من جدك؟ نيمة عمية ما تخاف كيفي لا هذه موهبة. كيفي سلامات يا ابوي، من مثل قهوه بعلبه. كيفي عندما تحلم بايطاليا فانك تبحث عن اكثر من مجرد وجهه، انت تبحث عن الموضه التي تبهر العالم، عن اطباق لطالما رغبت بتذوقها، عن دفء يجعلك تشعر بالانتماء. ماذا لو كل ما تبحث عنه يمكنك أن تختبره قبل أن تصل إيطاليا؟ إيتا إيرويز، سكاي فول أوف إيطالي.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه النشرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين، هما إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبد الله آل الشيخ و150 عضوا. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئ رئيس فيتنام بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. تتواصل في الرياض أعمال منتدى الأسرة 2024 بنسخته السابعة، وتشهد أعمال اليوم الثاني للمنتدى عدة جلسات وورش تسلط ضوء على الإرشاد الأسري بوصفه أحد أهم الوسائل الوقائية والنمائية لمساعدة الأسر. رئيس نيابة الأسرة والأحداث يؤكد أن النيابة قامت بحل 65% من القضايا عن طريق الإرشاد الأسري خلال 3 سنوات. وزارة الصناعة وثروة المعدنية تطلق ترخيص استشاري مطور مصانع ضمن رخص الاستشارات الصناعية. اطلع أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز على التقرير الختامي للندوة العلمية الثانية لمرصد منشار الفلكي التاريخي التي اشتملت على إقامة العديد من المحاضرات والجلسات العلمية لنخبة من خبراء الآثار والفلك والخطط المستقبلية للمرصد وآخر التطورات. جاء ذلك خلال لقائه رئيس نادي مرصد مشار الفلكي مشاري النشمي. اطلع أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز خلال لقائه مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة المهندس عمر طه على التقرير السنوي للمركز، متضمنا أهم الإنجازات والمبادرات المنفذة لتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دورة في تدريب المختصين لتعزيز المعرفة حيال حماية البيئة الساحلية في حالات الطوارئ البيئية. كما دشن سمو أمير منطقة المدينة المنورة فرع جادة 30 إحدى مبادرات التنمية في طيبة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة بالمنطقة، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سلطان الحميدي وعدد من رواد ورائدات الأعمال. واطلع سموه على تفاصيل برنامج جادة 30 واستمع إلى شرح عن مبادرة جادة في طيبة، كما بارك انطلاق أعمال ملتقى بوصلة دلني في طيبة. تسلم نائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز التقرير السنوي لأعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة لعام 1445 للهجرة. ونوه خلال لقائه مدير جوازات المنطقة المكلف العميد فيصل الشهراني يرافقه عدد من ضباط الجوازات بالجهود والأعمال المبذولة من قبل منسوبي الجوازات لتقديم أفضل خدمات متميزة للمواطن والمقيم. رعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز حفل افتتاح مهرجان العلوم والتقنية ستيم 2024 الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بعنوان اكتشف شغفك أطلق قدراتك. وتجول سموه في المعرض المصاحب للمهرجان يرافقه صاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين نائب وزير الحرس الوطني ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي. بعد ذلك شهد سموه الحفل الافتتاحي الذي تضمن عرضا مرئيا حول مهرجان العلوم والتقنية 2024. تسلم نائب أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز التقرير السنوي لمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي لعام 2023. واستمع خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات
الثاني المهندس علي مسرحي ومدير عام مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي مازن عسيري لشرح عن المبادرات التي تعتزم الشركة تقديمها في المطار والمشروعات الجاري تنفيذها، مثمنا حصول المطار على شهادة الاعتماد الدولي لتجربة المسافر في مجلس المطارات العالمي. اطلع نائب أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز على تقارير سير العمل في فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. وأكد خلال لقائه مدير عام فرع الوزارة فريح العياد أهمية بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. اطلع محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي على عرض عن أعمال شركة وادي جدة في دعم مشاريع براءات الاختراع والابتكار والبحوث والتقنية والاستثمار في الشركات الناشئة وتدريب رواد الأعمال. كما اطلع خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سطام لنجاوي على الخطط المستقبلية للشركة في القطاعات الاستثمارية. ينطلق اليوم في الرياض معرض الأخشاب السعودي في نسخته الأولى بمشاركة أكثر من 130 عارضا يمثلون 30 بلدا. سيضم المعرض أكثر من 7000 من المقاولين والبنائين والمطورين والاستشاريين والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي ومصنعي الأثاث. ويعد معرض الأخشاب السعودي حدثا محوريا لصناعة الأخشاب من خلال جذب الشركات المحلية والدولية وتوفير فرص تعزيز بل فرص تعزز نمو الصناعات المتنوعة في المملكة. تستضيف الرياض اليوم فعاليات المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية 2024، ويهدف المعرض إلى دعم دور المملكة في التطور اللوجستي المحلي والدولي بما يتوافق مع رؤية 2030، كما يسعى إلى توحيد الصناعة اللوجستية بأكملها في مكان واحد بالإضافة إلى عرض مجموعة كاملة من الخبرات والابتكارات الصناعية لتصبح المملكة محورا مركزيا في صناعة الخدمات اللوجستية لسنوات قادمة. أطلقت جامعة الملك فيصل النسخة الثانية من برنامج علماء المستقبل لتأهيل 145 موهبة علمية من طلبة المرحلة الثانوية. ويركز البرنامج على 13 مسارا علميا ويتضمن ورش عمل ومحاضرات متخصصة وجولات ميدانية لمصانع وشركات رائدة. ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى 3 أشهر إلى إمداد الطلبة بالمعرفة والمهارات اللازمة لقيادة مسيرة البحث العلمي والابتكار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة. أطلقت جامعة طيبة برنامج ركائز تدريبية الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة وتهيئتهم لسوق العمل. ويركز البرنامج على مجموعة واسعة من الدورات والبرامج التخصصية والعامة لتأهيل الطلبة وتوفير المعارف النوعية للمتميزين لمواءمة مخرجات التعليم لاحتياج سوق العمل. انطلقت في الرياض قمة هواوي كلاود السعودية 2024 الذي يعقد لاستكشاف آفاق التحول الرقمي في المملكة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية والمتخصصة. وللمزيد حول هذا الموضوع يطلعنا عليها مراسل أخبار السعودية الزميل فيصل الحاسن. نعم زملائي في الاستوديو مساء الخير عليكم. نحن نتواجد في المؤتمر الدولي الخاص بالخدمات السحابية المستقبلية والذي تنظمه شركة هواوي. طبعا شركة هواوي كانت قد أطلقت الخدمات السحابية قبل عام مضى، وهذه الآن اليوم هي تحتفل بمرور عام كامل على تقديم الخدمات السحابية. طبعا عن الاحتفال هذا اليوم تنضم إلينا جاكلين شي وهي الرئيسة التنفيذية لخدمات سحابي في العالم في شركة هواوي. نرحب فيك سيدة جاكلين، طبعا نرحب فيك أول شيء في المملكة العربية السعودية، ثاني شيء نسألكم عن هذا المؤتمر الذي تقيمه شركة
هواوي على الخدمات السحابية وكيف تنظرون إليها خلال العام المنصرم. Welcome to Saudi Arabia, and with this cloud summit, how do you see what you have done during last year? During last year, Huawei Cloud has new launching the local regions with three availability zones. It's the best local hyperscaler to provide the best cloud service for the government and all enterprise here. And we are happy to see many big changes everywhere in Saudi Arabia. Then the whole country, all the leading enterprises and the government are embracing the new big changes with the leading technologies. We are happy to contribute Saudi Arabia by the latest new technologies. يسعدنا طبعا في شركة هواوي أن نقدم خدمات للمملكة العربية السعودية في ذلك المجال التقني. في العام الماضي شهدنا تغيرات كبيرة في المملكة العربية السعودية في هذا الاتجاه، وقدمنا خدمات عديدة استفاد منها القطاع الحكومي والقطاع الخاص في شركات كثيرة بين البلدين. ماذا عن الخدمات أو مستقبل الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية بناء على ما رؤية المملكة أول شيء 2030، وبناء على ما لاحظتوا من انعكاس على الخدمات السحابية في المملكة العربية السعودية؟ Based on Vision 2030, how do you see the future cloud services next year? Yeah, because all the transformation are leading by Vision 2030. Now it make a very clear strategy for cloud first and data bank to the country. So we will try our best to provide open platform so we can help all the local enterprises to protect the data locally. Then later data will be the new oil for the whole country. Based on data, we also can provide comprehensive AI solutions to support all the enterprises and the government here. Then for the next step, we will continue to provide the comprehensive data and AI solutions. في السنة القادمة سنواصل تقديم الخدمات الشاملة في مجال السحابة التي برؤيتنا أن رؤية 2030 تقوم على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية في السنين الأخيرة. سنواصل العمل مع جميع الشركات في القطاعين العام والخاص لمواصلة هذا الأمر في ذلك الاتجاه. يعطيك العافية شاكري ومقدرين لك سيدة جاكلي. Thank you so much. نعم زملائي في الاستوديو، طبعا هذه كانت السيدة جاكلين شي وهي الرئيسة التنفيذية للخدمات السحابية التي تقدمها شركة هواوي طبعا في العالم. طبعا هي الرئيسة التنفيذية وترى إلى المستقبل، أو خاصة التعاون بين المملكة العربية السعودية وهذه الشركة التي تقدم خدماتها السحابية في المملكة العربية السعودية، واللي تشهد من خلال المملكة العربية السعودية نمو متسارع خاصة في الجانب التقني. طبعا هذا ما لدينا حتى الآن. عودة إليكم بالصوت والصورة. يعطيك العافية مراسل الأخبار السعودية الزميل فيصل الحاسن. زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ميناء ليماسول، يرافقه وزير النقل والاتصالات والأشغال القبرصية السيد أليكسيس فافيديس، ووزيرة الدولة للشحن البحرية السيدة مارينا حاجي مانوليس والوفد المرافق له. واطلع الجاسر خلال زيارته على سير الأعمال في الميناء والقدرات التشغيلية واللوجستية وأبرز التقنيات المستخدمة في مناولة الحاويات واستقبال سفن الشحن والبواخر السياحية. أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من صيانة تقاطع طريق صفوة المطار مع طريق أبو حدرية بطول 550 متر. وأوضحت هيئة الطرق أنها حرصت على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلام، وأن المشروع سيساهم في تسهيل التنقل من وإلى المطار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع الطرق. أنجزت أمانة المنطقة الشرقية أعمال سفلتة وصيانة أكثر من 7 ملايين متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسة والشريانية بحاضرة الدمام. وتأتي هذه المشاريع امتدادا لجهود الأمانة في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة. وأكدت الأمانة سعيها من خلال هذه الأعمال إلى رفع الكفاءة التشغيلية للطرق وتحسين جودتها في أوقات قياسية ورفع مستوى السلامة المرورية.
أطلق المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر على مناطق مكة المكرمة والمدينة وعسير ونجران، متوقعا أن تشهد هذه المناطق اليوم أمطارا غزيرة وصواعق رعدية مصحوبة برياح شديدة وانعدام في الرؤية الأفقية. وبين المركز أن الإنذار يبدأ من بعد ظهر هذا اليوم ويستمر حتى 11 مساء. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي نجران وحائل، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك. كما تشهد منطقة عسير هذه الأيام استمرار هطول أمطار غزيرة يصحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة تؤدي إلى جريان السيول. للمزيد مشاهدي الكرام حول هذا الموضوع يلتحق بنا من أبها مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله آل عبيد. أهلا وسهلا بك عبد الله، وحدثنا عن الأجواء في عسير وعن التقرير الصادر من الأرصاد حول الحالة المطرية التي سوف تشهدها عسير. أهلا بك سلمان، منطقة عسير تشهد حقيقة منذ الشهر الفائت أمطار غزيرة إلى متوسطة شبه يومية، ومنطقة عسير حقيقة واحدة من المناطق التي يعني تكثر في فصل الخريف هطول الأمطار الغزيرة إلى متوسطة على أجزاء مدينة أبها وضواحيها وأيضا المحافظات التهامية كمحافظة رجال المع ومحايل عسير، وأيضا إلى شمال مدينة أبها في بلحمر وبلسمر والنماص وتنومة. كما تشاهد الآن في هذا الموقع اللي نتواجد فيه الآن وهو شارع الفن بوسط مدينة أبها، بدأ تشكل السحب الركامية على هذا الموقع، وأيضا وجود الجهات الأمنية لمتابعة الحالة الجوية خاصة على الأودية الشهيرة في مدينة أبها كوادي أبها أحد أشهر الأودية الموجودة في المنطقة، وأيضا بالقرب من سد وادي أبها الذي قارب على المفيض جراء الأودية أو جراء السيول التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية. الجهات الأمنية تتابع حقيقة المواقع الهامة للتنبيهات والتحذيرات التي توجهها للمواطنين والمقيمين الذين يعمدون إلى التنزه في مثل الحدائق والمنتزهات العامة، وأيضا أحيانا في بعض المواقع للاستمتاع بالأجواء المميزة في منطقة عسير. وأيضا نتحدث أيضا عن الجهات الرقابية التي عملت على متابعة الحالة الجوية بالتعاون مع إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير. نتحدث أيضا عن الجهات الخدمية ممثلة في أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها التي عملت على تشكيل العديد من الفرق الرقابية لمتابعة يعني أماكن تجمعات المياه في الحدائق والمنتزهات وأيضا في الطرق والأحياء في مدينة أبها وكذلك في المحافظات التابعة لمنطقة عسير. سلمان، اليوم منطقة عسير تشهد يوم من أيامها الغائمة، فرصة هطول الأمطار مستمرة إن شاء الله هذا اليوم على مدينة أبها وضواحيها وأيضا المحافظات التي سبق ذكرها في يعني التوقعات الواردة من مركز الوطن للأرصاد خلال الأيام القادمة تستمر هذه الحالة الجوية، وتنبيهات حقيقة الواردة من الجهات الأمنية التي دائما ما نؤكد على ضرورة الالتزام بها وأخذ الحيطة والحذر خاصة في أماكن التنزه وعدم المكوث في مجاري الأودية والسيول. نعم، إذا مراسل الأخبار السعودية من عسير الزميل عبد الله العبيد، شكرا جزيلا لك زميلي عبد الله على هذه التفاصيل. سجلت جامعة جازان 4 براءات نباتية جديدة لأصناف البن السعودي من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتأتي البراءات المسجلة من الجامعة لأصناف جديدة ومتميزة من البن السعودي الذي تم اكتشافه في 4 مواقع وناتجة عن طفرة طبيعية للبن. وأوضحت الجامعة أن الأصناف المسجلة هي صنف جازان لايت وصنف جازان بريميوم وصنف جي يو 2030 إضافة إلى صنف جازان موكا. دعما للمزارعين واهتماما بمنتج الدخن الهوراني، تقيم غرفة المخوى بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة فعالية دخن هوران والتي تقام للمرة الأولى بمنطقة الباحة. وللمزيد يلتحق بنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل أحمد البرتاوي. مساء الخير أحمد، بداية لو تعطينا نبذة عن دخن هوران، قد يكون أغلب المشاهدين لا يعرف ما المقصود بدخن هوران، ثم أيضا ماذا تقدم هذه الفعالية للمزارعين المهتمين بزراعة هذا المنتج النباتي؟
نعم، في البداية كل الحب والتحايا لك ولمن يتابعنا عبر الشاشة السعودية. اليوم يعني قبل أن أتحدث عن دخن هوران، دعني أتحدث عن وادي هوران، هذا المكان البديع والرائع والجميل والذي يشتهر في منطقة الباحة بمدرجاته الزراعية وبمحاصيله كذلك التي تعتبر علامة مميزة. دخن هوران تحديدا هنا في منطقة الباحة هو علامة مميزة لهذا الوادي، وأيضا ضارب في أعماق التاريخ، ويعتبر من أهم المنتجات الزراعية التي ربما لم يسلط عليها الضوء منذ فترة وخصوصا مؤخرا، وبالتالي بادرت غرفة المخواة بالشراكة كذلك مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وأيضا محافظة المخواة وبلدية محافظة المخواة لإقامة هذا المهرجان المبسط الصغير الذي يهدف إلى دعم المزارعين في هذه المنطقة تحديدا، وتقديم هذا المنتج كهوية لأهالي وادي هوران. وبالتالي بإذن الله نشاهد مهرجان أكبر حتى على مستوى منطقة الباحة، لأن هذا المنتج يعتبر من أهم المنتجات الزراعية، بل أيضا ربما من أغلاها. هناك العديد من المزارع هنا في منطقة الباحة تنتج الدخن، ولكن دخن هوران هو علامة مميزة يستحق فعلا تسليط الضوء. اليوم أنا حرصت على التواجد تحديدا في هذه الفعالية، واسمحوا لي أن أرحب بأحد المزارعين المتواجدين ومشاركين في هذا المهرجان. في البداية حياك الله معنا عبر شاشة السعودية، وعرفنا بنفسك في البداية. الله يحييكم، معك المزارع رجب بن حسين بن حسن العمري الزهراني، فحياكم الله وطيتم سهلا، فمرحبا بكم ألوف. الله يبارك فيك. اليوم دخن هوران، ودي تحدثنا عن يعني هذا المنتج وعن أنواع الموجودة هنا. والله بالنسبة للمنتج هذا، معلش عشان الكاميرا بصير، فهو منتج من قديم الزمان متوارث عن طريق أبن عن جد، فهو توجد فيه جميع العناصر الغذائية ومكمل غذائي في نفس الوقت، فهو أنواع، فمنه الدخن الجحري ومنه الخرفي ومنه الصيفي وكذلك الشديدة، يسمونه الشديدة. أنا سمعت اللي أنتم مشاركين فيها الآن، يعني هذه اللي نشوفها الآن، الصنف موجود عندها المنتج حقه والاستخدامه في جميع أغراض الطبخ. طيب أنا ودي الأنواع هذه ممكن بس تعطينا نبذة، يعني الآن وش الفرق بين دخن الخريف والدرس؟ دخن الخريف هذا يجي إنتاجه خلال شهرين ونص بالضبط. المنتج الثاني هذا برضه يسمونه دخن الخريف، هذا شهرين فقط، يعني 60 يوم حسابه. نعم. الصيفي، الصيفي هذا يتراوح من بين شهرين ونص إلى 3. جميل. طيب أنا أشوف هنا برضو بعض المنتجات، يعني أنتم الآن حرصتم على أنكم تستعرضون هذه، طبعا أثناء قطف صح ولا لا؟ أثناء القطف، هذا بعد التصفية. أيوة. هذا بعد الإنتاج، بعد ما يطحن يسوى زي كذا. طيب وش أبرز المنتجات اللي موجودة هنا؟ في السيلاني، هذا الدخن، المسيلات الدخن، هذا الفتيت، هذا العيش، أنا برضو هالكيكة كيكة الدخن، بيستخدم لجميع أنواع الطبخ، فهو كان يعني زي ما تقول يقدم للضيوف، كان يعني زي ما تقول من غلاوته ومن حالات الدخن هذا يقدم للضيوف. طيب اليوم يعني هذه الفعالية الموجودة يعني لكم أنتم كمزارعين، وش انعكست عليكم؟ والله بالنسبة لتعرف الأخوان المواطنين على أنواع الزراعة عندنا في الوادي كوسيلة للإنتاج وكوسيلة للتنقل بين المزارع، مشاهدة ما ينتج الآن، فهذا الفعاليات يعني سببت لنا الكثير الظهور. أولا سمعت على أخواننا المواطنين كي يستفيدون من منتجاتنا الزراعية وكي يزورونا كذلك، يستمتعون عندنا بالسياحة في الأماكن اللي متواجد فيها الدخن حاليا. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم ألوف، الله يحييكم، ما أنتم وقناة الأخباري ممثلة فيك أخ أحمد، والله يعطيكم العافية معا، ومرحبا وسهلا بكم ألوف. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، شكرا، بارك الله فيك. نعم، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني واحدة من أهم المخرجات يمكن اللي يسعى لها المنظمون لهذه الفعالية هو إلقاء الضوء على هذه المنتجات، والجميل في الموضوع أن من يقصد هذه الفعالية تحديدا يرى بداية يعني إنتاج هذا المحصول، شكله النهائي، ثم بعد ذلك كيف يتم يعني وصولا إلى هذا الشكل وهذه الأنواع، ثم بعد ذلك أيضا ليس فقط عرضها بل أيضا أبرز المنتجات أو المأكولات الشعبية التي يعني غنية بالعناصر الغذائية الصحية المميزة، وبالتالي هي فعالية لا تسلط فقط الضوء على هذه أو على هذا المنتج، بل أيضا كذلك حتى على استخداماته بعد ذلك، وأيضا يعني واحدة من أهم المخرجات كما ذكرنا
دعمنا كمزارعين، وبالتالي دائما يعني الباحة متميزة في وجود الفعاليات التي تتعلق بالزراعية كونها مدينة زراعية بامتياز، وبالتالي وجود فعالية دخن هوران بدون أدنى شك بإذن الله سنشاهدها في المستقبل القريب على غرار مهرجان البن وكذلك أيضا مهرجان خيرات الباحة، لأن دخن هوران علامة مميزة وكذلك أيضا قيمة غذائية صحية وتجربة مميزة كذلك حتى للسائح من خلال هذه المنتجات الغذائية. هذا بعض ما يدور تحديدا في هذه الفعالية، ونتمنى أن نكون وفقنا في نقل هذه الصورة، ودائما كل الحب والتحايا لكم من باحة الجمال والتنوع إليكم في الرياض. إذن أحمد، بإذن الله يستفيد المزارعون من هذا الدعم الذي من خلال إقامة مثل هذه الفعالية، ومن المؤكد أن لما له من قيمة غذائية وأيضا اقتصادية سوف تعود بالنفع على المحافظة والمنطقة والمملكة بإذن الله بشكل عام. مراسل أخبار السعودية الزميل أحمد البرتاوي، شكرا جزيلا لك وأيضا لضيفك الكريم. تمتلك منطقة حائل عددا من المزارع الريفية والزراعية التي أصبحت تمثل وجهات سياحية مميزة تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث العريق، ما يجعلها محاط جذب أو مكان جذب لعشاق الطبيعة والتراث. نتابع. في أعماق منطقة حائل تتجلى جماليات المزارع الريفية والزراعية لتصبح وجهة سياحية رائجة تجذب الزوار من مختلف أنحاء المملكة وخارجها. هذه المزارع التي كانت على مر العصور مراكزاً للإنتاج الزراعي تحولت اليوم إلى محطات سياحية تجمع بين جمال الطبيعة والتراث، ما يمنح الزائرين تجربة استثنائية لا تنسى. الأقبال لله الحمد كونه مكان تميز بالفكرة هذه اللي هو فكرة البقاء على الطابع التراثي الريفي. الإقبال ما شاء الله تبارك الله من منطقة حائل، أيضا من دول الخليج، أيضا زوار يأتوننا من أوروبا لله الحمد، ومن مصر، من الأردن، من الشام. إلى جانب جمالها الطبيعي تحمل هذه المزارع في طياتها إرثا تاريخيا وثقافيا يتيح للزوار فرصة التعرف على طرق الزراعة التقليدية واستخدام الأدوات القديمة، كما تستعرض المزارع تاريخ المنطقة من خلال المقتنيات القديمة والأدوات التراثية. حائل والسعودية وجهة جميلة للسياحة، وجهة جميلة البقاء التراث القديم. الناس يعني كثير منهم ترك بعض التراثيات، لكن السعودية ماسكة تراثه وأيضا بالحضارة، فإذا وجدت بغيت الحضارة موجودة، وإذا بغيت التراث القديم البنيان هذه أيضا موجودة، فصارت قبلة للسواح. المزارع الريفية في حائل جزء أساسي من صناعة السياحة في المنطقة من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والثقافة، وتسهم في تعزيز السياحة المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي. سعاد الشمري، حائل. ختاما تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة. صدور أمرين ملكيين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس فيتنام بذكرى استقلال بلاده. تدشين جادة 30 بهدف تعزيز التنمية الشاملة في المدينة المنورة. افتتاح مهرجان العلوم والتقنية ستيم 2024 تحت شعار اكتشف شغفك أطلق قدراتك. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم، في أمان الله.